موجود كان من حارس مرمى الحراش دوخة. ربع ساعة أولى تمضي وتقدم لشبيبة القبائل، هذا هو السيناريو المهم في مثل هكذا مباريات نهائية. خطأ على جغبالة والكرة يستفيد منها فريق شبيبة القبائل عن طريق اللاعب يحيى شريف أمامنا واضح. الظهير الأيسر في تشكيلة المدرب رشيد بلحوت. كرة وصلت في وسط الملعب لمصلحة اتحاد الحراش. جغبالة كرة في وسط الملعب عند اللاعب الوسط هندو الذي يعود للحراش بعد تجربة أوروبية أوكرانية مع شختار. لاعب ارتكاز الذي يقوم بتنظيم اللعب وإعطاء الحلول، وفريق الحراش هو بأمس الحاجة للحلول في الوقت الراهن لأنه متأخر في نتيجة المباراة. هنا انطلاقة موجودة في الجهة اليمنى والتغطية بشكل ممتاز جاءت من المدافع الأيسر. الحديث عن المدافع الأقرع، مدافع اتحاد الحراش. كرة في وسط الملعب لشبيبة القبائل. 30 نهائي أقيم على هذا الملعب 5 جويلية 1962. شبيبة القبائل توج هنا في 3 نهائيات 77 86 94، ونهائي 92 كان على ملعب آخر هو ملعب أحمد إسبانة، بينما الحراش في المرتين التي توج فيها توج على أرضية هذا الملعب 74 و87. انطلاقة موجودة في الجهة الأولى تحولت ولكن تغطية ممتازة من الأقرع. عادت الكرة بعد ذلك إلى حارس المرمى دوخة. الضغط موجود من قبل لاعبي شبيبة القبائل. اصطدام يأتي بين حكم المباراة ولاعب فريق شبيبة القبائل تجار، والكرة تحولت إلى جغبالة في الجهة اليمنى. يحاول الآن في هذه اللحظات فريق اتحاد الحراش التقدم للأمام بحثاً عن هدف التعادل. مثل النتيجة ما زالت ممتازة وأكثر من ممتازة، هي النتيجة التي لو ما استمرت فأكيد أن اللقب. يا سلام يا سلام، ضرب يأتي في هذه اللحظات هنا من جانب شبيبة القبائل. وش راك تدير يا شبيبة القبائل في هذه اللحظات؟ تفعل في هذه اللحظات. نعم يقدم كرة جميلة ويتقدم بهدف. هنا انطلاقة موجودة عن طريق اللعب تجار. حكم اللقاء يشير على وجود خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة اتحاد الحراش. سقوط على أرضية الملعب لأحد لاعبي شبيبة القبائل. بالمناسبة الفريقين يلعبان بالملابس الصفراء، ولكن في هذه المباراة الاتحاد الجزائري اختار اتحاد الحراش بأن يبقى كما هو بالملابس الصفراء، وفريق اتحاد أو فريق شبيبة القبائل بالملابس الخضراء والبيضاء. كرة عادت للخلف في وسط الملعب. غربي صاحب 25 سنة الذي يلعب موسم الثالث مع فريق الحراش. جغبالة يعود بالكرة للخلف عند المدافع ديمبو. وصلت للأمام وتغطية ممتازة جاءت في هذه اللحظات. لاحظ التمركز السليم والانتشار الأكثر من رائع من جانب لاعبي شبيبة القبائل اللي له تجربة وخبرة كبيرة في مثل هذه المواعيد، ليس فقط محليا بينما إفريقيا. هنا انطلاقة موجودة والمطالبة بخطأ، وحكم اللقاء يعطي الأفضلية لفريق اتحاد الحراش. قريبين على 20 دقيقة الأولى مشاهدينا متابعينا في كل مكان في هذا العرس الكروي الجزائري الذي ما زال يتقدم فيه فريق شبيبة القبائل بهدف مقابل شيء. الأقرع يعود بالكرة للخلف. الأخطاء ممنوعة لأنه هدف المباراة الأول سجل عن طريق اللاعب فارس حميتي بخطأ من حارس المرمى دوخة. جغبالة عادت الكرة إلى اللاعب غربي. يسل الكرة للأمام ولكن لاحظ التقدم السليم والتركيز العالي في هذه الدقائق من جانب شبيبة القبائل. محاولة المرور، كرة ذهبت وتحولت إلى رمية تماس لمصلحة فريق شبيبة القبائل. 15 فريق توج لحتى الآن بلقب كأس الجمهورية مشاهدينا الكرام.